بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هاتان الآيتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. في هذه الآية الكريمة قسم الله جل وعلا بين من يأخذ القرآن ومن لا يأخذه، من يأخذ به ويعتبره ويستفيد منه ومن لا يستفيد من القرآن. وكان مآلهم بعد هذا إلى قوله جل وعلا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. إذا أنعمنا على الإنسان، الإنسان مطلقا أو الإنسان الكافر، إذا أنعمنا عليه بنعمة الصحة والعافية والأمن والاستقرار والعيش الرغيد، تكبر وتعاظم وتجبر على عباد الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن طاعة الله ونأى، يعني أبعد بنفسه عن الاتباع واتباع القرآن. ونزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إذا مسه الشر الذي هو المرض وعدم الصحة والعجز والفقر والحاجة إلى المال أو إلى الصحة أو إلى العافية، وإذا مسه الشر كان يئوسا، كان يائس من رحمة الله جل وعلا، لأنه لا احتساب له في ذلك، بخلاف المؤمن. فالمؤمن إذا أصابته النعمة حمد الله وأثنى عليه وشكره وتواضع لعباد الله، وإذا أصابه المرض والفقر والحاجة احتسب وصبر. والمؤمن في كل خير. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أبالي أركبت الفقر أم الغنى، كلاهما خير، إن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له، وإن أصابته السرا فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى أبعد بجانبه، تكبر على عباد الله الصالحين. وإذا مسه الشر، الحاجة والفقر،
كان يئوسا. قل لهم يا محمد كل منكم يعمل على ما وفقه الله جل وعلا له، فالمؤمن يعمل بطاعة الله ويرجو ثواب الله، والمنافق والكافر يعصي الله ويخاف من عقابه، فلا ينبغي له أن يتساهل في الأمر، بل هذا وعيد شديد له إن لم يؤمن. قل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته يعني حاجته، يعمل على ما هداه الله له، كل يعمل على طريقته، كل يعمل على ما يهواه، فالمؤمن يهوى الخير والمنافق والكافر يهوى الشر. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ربكم يفيدكم ويعطيكم ويعلمكم، فهو جل وعلا أعلم بمن اتقاه، وجل وعلا يعطي التقي ما يريده ويحرم الشقي من الخير كله. وربكم أعلم بمن هو بالذي هو أهدى سبيلا، طريقته هادئة وعلى الهدى والصلاح والاستقامة. قل كل يعمل على شاكلته، شاكلته يعني ما يهواه وما يميل إليه وما وفق له، فربكم أعلم جل وعلا بمن هو أهدى سبيلا، بمن يهتدي إلى الله بطريقة حسنة ومن يضل، وكل يجازى بعمله. يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء والضراء، فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بعد عنا. وهذا كقوله تعالى: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا، أي قنط أن يعود، يحصل له بعد ذلك خير، كقوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وإذا أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، قال ابن عباس: على ناحيته. وقال مجاهد: على حدته وطبيعته. وقال قتادة: على نيته. وقال ابن زيد: على دينه. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم الآية. ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي منا ومنكم، وسيجزي كل عامل بعمله، فإنه لا تخفى عليه خافية. والله أعلم. جاء أن بعض الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا فتذاكروا أرجى وأحسن ما جاء في القرآن الكريم. تذاكر الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أحسن ما جاء في عفو الله ومغفرته، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:
قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته فإنه لا يشاكل العبد إلا العصيان ولا يشاكل الرب إلا الغفران. يعني العصيان ذريعة العبد وهو وسيلته وهو عمله، لكن الله جل وعلا يقابل ذلك بالغفران. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى وأحسن من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. قدم غفران الذنب على قبوله التوبة، وفي هذا إشارة للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى نبئ عبادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قلت، يقول المؤلف رحمه الله تفسير الطبري، تفسير القرطبي من قرطبة رحمه الله، قلت وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آية أحسن وأرجى من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، سلموا من الشرك، وبقية الذنوب أخف من ذلك. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين وتقوى الله جل وعلا والعمل لمرضاته سبحانه وتعالى. يقول السائل ذكرتم في الطريقة في طريقة الرقية الكتابة، فهل تكون الكتابة بالطريقة؟ فكيف تكون الكتابة وبالطريقة؟ الرقية تكون مكتوبة أو غير مكتوبة، فإذا كانت مكتوبة يقرأها الإنسان أو آيات قرآنية يقرأها، وإذا كانت غير مكتوبة فيحفظها الإنسان ويقولها. يقول السائل هالك عن 3 بنات وأخت شقيقة وابن عم. هالك عن 3 بنات وأخت شقيقة وابن عم، فكيف تكون القسمة؟ القسمة للأخوات 3 الثلثان، والثلث الباقي للأخت حيث أنها عصبات مع الغير وليس ابن العم شيء. يقول السائل دخلت مكة قاصدا عمل وفي نيتي الحج وأريد أن أحج مفردا ودخلت بدون إحرام، فهل علي شيء؟ وإذا كان علي شيء فهل يجوز لي الصيام؟ إن دخلت مكة بنية الحج فيجب عليك أن تحرم من مكان عمرتك، من مكان دخولك،
من الميقات الذي تمر به. وأما إذا دخلت كما ذكرت أنك دخلتها بغير نية الحج ولم يخطر على بالك الحج فعليك أن تبقى في مكة حتى اليوم الذي تنوي فيه الحج وتعزم عليه، فتحرم بالحج مفردا وليس عليك هدي في هذه الحال. يقول السائل: أصلي وراء إمام يبيح الطواف حول القبور اضطرارا، فهل أعيد الصلاة أم لا؟ لا، عرفت أنه يطوف بالقبور، والطواف عبادة لا يجوز إلا لله، فإذا طاف المرء بالقبور فهذا شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. إذا قصد عبادتها عبادة صاحب القبر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، فلا تصح الصلاة خلفه، وما صليته خلفه وأنت تعلم أنه كذلك فيجب عليك إعادتها. أما إذا كان لا يعتقد عبادتها ولا يرى هذا نوعا من نوع العبادة فولعله بجهله يعذر، فصلاتك صحيحة خلفه إن شاء الله. يقول السائل: دخلت مكة محرما من السيل بدون لبس الإحرام، وعند وصولي السكن لبست ملابس الإحرام وعملت العمرة متمتعا بها إلى الحج إن شاء الله، أرجو الإفادة. دخلت بنية العمرة لكنك لم تتجرد من المخيط، فلجهلك تعذر، لجهلك تعذر، وعمرتك صحيحة إن شاء الله، وعليك أن تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة وتخرج إلى منى. الحج إذا كان دخولك مكة صريحا صحيحا فلا بأس عليك، لو لم تقصد الإحرام إلا بعد دخولك مكة أحرمت لكنك محرم من قبل ولم تخلع ملابس الإحرام فتعذر بجهلك ونسيانك، فإحرامك من الميقات ودخولك مكة وعليك ثيابك العادية لا بأس عليك بذلك إن شاء الله لجهلك وعدم معرفتك بذلك. أما إذا قصدت المخالفة وتقصد تعرف أنه لا يجوز لك أن تحرم بثيابك العادية فعليك هدي أو صيام ما يلزمك الهدي بعينه، وإنما عليك صيام 3 أو 6 أيام أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، أنت بالخيار بين هذه الأمور 3 إذا علمت أنك مخالف في ذلك. أما إذا جهلت فلا بأس عليك إن شاء الله. هذه أكثرها مخالفات فلا يسوغ لي أن أصححها لكم، فعليكم أن تبحثوا عمن يصحح لكم هذه المخالفات، ولا يصلح أن تقرأ في الميكروفون لأنها تبين للناس كيف يتحيلون وكيف يعملون. يقول السائل: يجوز للذي يريد الحج في الأشهر في شهر ذي القعدة وذي الحجة أن يقلم أظافره ويحلق شعر رأسه وإبطه قبل الحج أم لا يجوز للذي يريد الحج؟ يجوز له ذلك ما لم يدخل في النسك، فإذا أحرم فلا يجوز له أن يقلم أظافره ولا أن يأخذ من شعره،
أما ما دام لم يدخل في النسك فله أن يقلم أظافره، وله أن يحلق رأسه وغير ذلك من الأمور، لأنها لا تحضر هذه إلا على من دخل في النسك، يعني أحرم بالفعل. يقول السائل: طواف العمرة أو التطوع يشار في كل شوط من الطواف بسم الله الله أكبر أم في الثلاث الأشواط الأولى فقط؟ التكبير يباح في كل وقت، في أثناء الطواف وعند أوله وعند آخره وفي كل وقت، لكن إذا دخل في الطواف يحسن به أن يكبر إشعارا بدخوله في الطواف. والطواف سواء كان تطوع أو واجب أو ركن من الأركان كله سواء، ما يتميز واحد عن آخر سوى بالنية، سوى النية، فنية طواف الواجب الركن كنية طواف الإفاضة، هذا ركن من أركان الحج، ونية طواف الواجب كطية طواف الوداع هذه واجبة من واجبات الحج، ونية طواف السنة النفل المشروع في الحج الطواف القدوم هذه طواف سنة، وكلها فعلها سواء، وإنما تتميز بالنية. يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تمشط شعرها؟ تمشيط الشعر ما ورد فيه النهي، وإنما لا ينبغي لها أن تأخذ شيئا من شعرها، فإذا كان يلزم من تمشيط الشعر تقطيع بعضه أو أخذه فلا يجوز، وإن كان لا يلزم ذلك فهو جائز ولم يرد النهي فيه عن التسريح. يقول السائل: مقيم في مكة ويريد أن يحج هذا العام، فهل عليه هدي مع العلم أنه عمل عمرة في شهر ذو القعدة؟ لو أحرم بعمرة في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة ما دام أنه مقيم في مكة فيعتبر من حاضر المسجد الحرام فلا بأس عليه، وليس عليه هدي، لأن هدي التمتع والقران يجب على غير حاضر المسجد الحرام، أما حاضر المسجد الحرام المقيمون في مكة أو قرب منها فليس عليهم هدي. يقول السائل: زوجتي حجت قبل 20 سنة وعند طواف الإفاضة طافت 3 أشواط وطاحت فلم تكمل، ثم اعتمرت بعد 6 أشهر، فهل عليها شيء؟ هذه ما أكملت حجها، ما دام أنه بقي عليها 4 أشواط من الطواف يجب عليها أن تكمل ذلك ليكمل حجها، وعليها في المخالفة في ذلك هدي لكونها تركت جامع زوجها أو أخذت من محظورات الإحرام حال كونها جاهلة أو ناسية، فعليها هدي لذلك. يقول السائل: أتيت من المدينة بغية الحج متمتع بنية الحج متمتعا وأتممت العمرة والحمد لله، فهل يصح لي أن أعتمر مرة أخرى من التنعيم هذه الفترة؟ يصح لك ذلك، ولكنه خلاف الأولى، ما دمت قدمت مكة بعمرة فاقتصر عليها، ولا ينبغي لك أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: أنا من أهل مكة، وما هو الحد في تأخير طواف السعي، في تأخير الطواف والسعي؟ ليس لهذا حد معين،
لو أخره إلى قدر سنة أو أكثر لا بأس عليه، لكنه لم يتحلل بعد يكون لا زال محرما، لا يقرب زوجته ولا يأتي بشيء يخالف النسك، وعلى نسكه مستمر حتى يطوف. يقول السائل: شخص اشترى سلعة فوجدها رديئة، فلما أعادها للبائع رفض البائع واتفقا على أن يعيد البائع إلى المشتري نصف الثمن. عليهم مراجعة القاضي في هذا، لأنه هو الذي يفصل الخصوم بينهم. يقول السائل: أيهما أفضل، أن يحج الرجل عن المرأة أم تحج المرأة عن المرأة؟ كلاهما لا بأس بذلك، تحجت المرأة عن الرجل كما حجت المرأة عن أبيها فلا بأس، أو حج الرجل عن زوجته فلا بأس، لا بأس عليه في ذلك كله. يقول السائل: ما حكم الاغتسال والترويش بالشامبو وهو محرم؟ إذا كان هذا الشامبو مطيب طيب ويعتاد الناس استعماله بالطيب فلا يجوز، وإذا كانت رائحته حسنة وزينة لكنه ليس من أنواع الطيب فلا بأس عليه في ذلك. يقول السائل: أنا مقيم في مكة وأنوي الحج وأريد العودة إلى بلدي بعد الحج، فهل علي هدي؟ ليس عليك هدي ما دمت لم تعتمر في أشهر الحج، أما أن اعتمرت في أشهر الحج وأنت تريد السفر بعد الحج فيجب عليك هدي التمتع. يقول السائل: كم يوما أقيم في مكة لأكون من أهل مكة؟ لو أقمت ما أقمت ما دمت تنوي السفر والرجوع إلى بلادك فلست من أهل مكة، وإنما إذا عزمت على الإقامة إلى ما شاء الله فأنت من أهل مكة. يقول السائل: هل يجوز حلق الإبط والعانة أو العانة وهو محرم؟ لا يجوز أن يأخذ من شعره وهو محرم، كل الشعر لا يجوز، شعر رأسه ولا أبطه ولا عانته ولا غير ذلك. يقول السائل: المقيم في مكة الذي ليس لديه أهل وإنما جالس بمفرده، هل عليه هدي؟ لا، ليس عليه هدي، لأن قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، المراد والله أعلم من لم يكن مقيما في مكة، أما المقيم في مكة فليس عليه هدي سواء مفرده أو معه أهله. يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مستجاب في الملتزم؟ الملتزم كان الصحابة رضي الله عنهم يدعون الله فيه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك فيما أعلم، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه التزم بالكعبة، وإنما الملتزمون الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. يقول السائل: ما فضل السكن في المدينة المنورة، وهل هو أفضل من السكن والإقامة الدائمة في مكة؟ لا يا أخي، الإقامة في مكة أفضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، والإقامة في مكة أفضل من الإقامة في المدينة وغيرها. يقول السائل: أتيت من جدة ونية الحج وكنت مرتديا للمخيط، فهل علي شيء ولا أنوي العمرة؟ لا، كنت لم تنوي العمرة وإنما جئت للتجارة
أو لعمل ما ولم تنوي الحج فليس عليك شيء. أما إذا جئت لمكة تريد الحج فيجب عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام وأنت تريد الحج. يقول السائل: من حج من مكة وهو ليس من أهلها وليس لديه قيمة هدي جبران علما أنه صام 10 أيام عن هدي التمتع، فماذا عليه في هدي الجبران الذي عليه؟ يجب عليه أن يصوم عن هدي الجبران إذا كان تركه، فعليه الصيام 10 أيام عن الهدي. يقول السائل: أنا متمتع ولله الحمد والمنة، لكن سافرت إلى مكان بعيد ثم عدت إلى مكة، فهل أكون متمتعا أم لا؟ إذا عدت إلى مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فلا بأس، فأنت متمتع ولو كررت العمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة أنت متمتع. أما إذا لم تحرم بالعمرة وجئت من بعيد وأنت ناول الحج فيجب عليك أن تحرم من الميقات لتدخل مكة بنسك صحيح بعمرة أو بحج. يقول السائل: دخلت مكة بدون إحرام وذلك للضرورة ما استطعت، فهل علي شيء؟ إذا دخلت مكة بدون إحرام فلا يخلو، إن كنت أردت الحج أو العمرة فيجب عليك أن تحرم، وإن لم تفعل فيجب عليك هدي لكونك تجاوزت الميقات بدون إحرام. وأما إذا كنت لا تريد حجا ولا عمرة فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: هل للحاج المتمتع مع أولاده أقل من 13 سنة هدي للأولاد؟ وهل السعي والطواف؟ الأولاد حكمهم حكم الكبار إلا إذا جهلوا وخلعوا الملابس ملابس الإحرام ولبسوا ملابسهم العادية فإنهم لا يؤاخذون بذلك، فعمد الصبي مثل جهل الكبير إذا جهل شيئا ما. وهل السعي وطواف الإفاضة غير واجبة على الحاج المتمتع؟ طواف الإفاضة وسعي الإفاضة ركنان من أركان الحج بالنسبة للمتمتع، والمفرد إذا لم يسع مع طواف القدوم، والقارن إذا لم يسع مع طواف القدوم. أما إذا سعى الحاج مع طواف القدوم فليس عليه سعي للحج وحده، بل يكتفى بسعيه للعمرة. وأما إذا لم يسع مع طواف القدوم فيجب عليه أن يسعى. فالسعي للمتمتع يجب عليه 2، والقارن والمفرد يجب عليه 1. يقول السائل: إذا نوى الشخص عمرة في أشهر الحج ثم حج مفردا هل عليه شيء؟ هذا لا يخلو، إن أتى بعمرة في أشهر الحج وخرج من مكة وأحرم مفردا بالحج فلا بأس عليه. وأما أن يعدل عن التمتع للإفراد وهو في مكة فلم يرد هذا، بل المحرم سواء كان متمتعا فهو متمتع أو مفرد هو مفرد أو قارن هو قارن، عليه أن يتقي الله جل وعلا ولا يعبث بالنسك، فليس هو الذي يحدد نسكه، وإنما إن قدم إلى مكة في أشهر الحج فله أن يحج معتمرا، وله أن يحج قارنا، وله أن يحج مفردا. وإن قدم إلى مكة في غير أشهر الحج ف
فليس عليه بأس أن يقدم بدون حج ولا عمرة، فإذا عزم على الحج يحرم من مكة إن شاء الله. هذا السؤال يقول ما أعلمون عن الميقات وكذا إلى آخره، لكن ما أدري متى أحرم هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.